السلام عليكم شباب طلاب المعهد التقني الطبي بالناصرية. اليوم محاضرة شرح محاضرة الأجهزة الطبية، شرح جهاز السنترفيوج، جهاز الطرد المركزي، واللي يتم استخدامه بالمختبرات لفصل مكونات العينات عن بعضها اعتمادا على الكثافة. كل ما زادت كثافة أو ثقل العنصر اللي عندي راح يكون يكون يعني المسافة مالته أبعد عن مركز القوة. يعني شنو؟ ببساطة سنترفيوج كجهاز هو عبارة عن يعني شلون نسمي الماطور، هذا اللي نفس العنوان، محرك صغير تربط عليه أذرق. أذرق قد تكون 2 أو 4 أو 6، المهم تكون بأعداد زوجية حتى تكون التيوبات اللي نستخدمها به لتحويل العينات سواء عينات الدم أو عينات الإدرار متقابلة مع بعض. وهسه راح نسولف ليش يعني متقابلة مع بعض وشلون نرتبها. بما انها بعدد زوجي نخلي بها العينات، وهذا المحرك راح يدور والمحور مالته بمجرد ان يدور فراح يدور العتلات اللي مرتبطه به. نهايه العتلات توجد جيوب خاصه، اذا نفتح الجهاز نشوفها مرتبه بهذه الطريقه، جاي نشوفها، وهذه الجيوب نقدر نشوفها حتى نقدر نفتحها وننظفها، ممكن اذا صار بها تلوث او يعني عينه او انكسر داخلها تيوب. هذا الجيب راح يتخلب داخل التيوب، والجيب هذا موجود بزاوية داخل الجهاز، يكون بشكل زاوية. إذا تلاحظون حركة الإيد يكون هيج، فالقرص هذا بالكامل بمجرد دوران الجهاز تشغيله جاري كهربائي راح يكون بهاي الآلية. طبعا لازم يكون بصورة عمودية مثل ما هو موضوع. وجوده بهاي الزاوية يخلي الخلايا اللي موجودة مثلا بالدم أو المكونات الصلبة اللي موجودة في اليورين، أيضا مثلا خلايا أو بكتيريا أو غيرها، تبتعد عن المركز. بما أنه موجود بشكل زاوية فراح تبتعد عن المركز وتستقر بالعادة وين؟ قاع التيوب أو بالقعر أو بالنهاية. بما أنه التيوب صاير بهذا الشكل فبنهاية التيوب الأشياء الصلبة أو المكونات الصلبة ذات الكثافة والوزن العالي راح تترسب للأسفل، وبالعادة السوائل تكون كثافتها أقل تصعد للأعلى. مثلا اذا كانت عندنا عينه دم، هذه تيست، هذه العينه هنا حاليا مسحوبه بهذا التيوب اللي نسميه جل تيوب او سيروم سيبريتر تيوب. هذا العينه هنا مجرد انه يشتغل الجهاز هو بهذا الشكل راح يدور اكثر من مره، فايش راح يصير عندي؟ الخلايا تنزل للاسفل تستقر بقاع التيوب، والسيروم راح يصعد للاعلى. السيروم هذا باعتبار هذا التيوب ينطينا سيروم، واكيد الجل بيناتهم، هذا لغاية توضيح نوع التيوب الخاص. فهذا هنا بالنسبة لتيوب الدم. بالنسبة لتيوب إدرار مثلا نفس الشيء، أو اليورين يعني، أيضا الخلايا أو البكتيريا أو غيرها من المكونات راح تنزل للأسفل، والسائل الخفيف اللي هو كثافته أقل راح يكون للأعلى. زين، هذا اللي نشرح عنه هنا. أكو شغلة كلش مهمة، قلنا ليش انه تكون بعدد زوجي؟ لازم تكون بعدد زوجي لغرض الموازنة. يعني لما استعمل التيوبات لازم التيوبات تكون من نفس النوع، لانها لما ندور بالفراغ لازم تكون اوزانها متساوية، هاي اولا. وحتى اوازنها لازم اخلي عينة مقابل عينة من نفس الحجم، ويفضل انه تكون من نفس النوع، يعني مثلا يورين مقابل يورين او دم مقابل دم وهكذا. فالعينة هنا مثلا اذا افترضنا انه هذا يورين، هسه هم هذول اثنين هم مقطر، لو افترضنا وحده يورين فالكثافه النوعيه تقريبا مقاربه للماء، شيء بسيط بيناتهم. لما نخليهم لازم تكون الاحجام متساويه، فهذول ما دام يساووا كحجمين اذا نشوفهم هنا احجام متساويه واضحه، هنا راح نخليهم بالسنتر واحد مقابل الثاني بالضبط. والصور حاليا واضح عندكم، حتى من يدور الجهاز ذراعي القوة مثل ما نقول متقابلين، لما يدور واضحة عملية الصور لكم. نفس الشيء بالنسبة لعينة الدم، نجيب تيوب أيضا نسميه بالانس، نميزه بفد ميزة معينة، ونخلي تيوب ثاني اللي هو تيست اللي هو هذا يعني الأساسي اللي احنا نريد نفصله. قد نلقى عينتين متساويات بالحجم والكثافة فماكو اشكال نستخدم واحدة مقابل الثانية، ونفس التيوب نفس النوع لازم نخليه مقابل له. ما نقدر نوازن بتيوب ثاني من غير نوع من غير شكل، ممكن يتوازن ببعض الاحيان لكن ممكن يسبب لك اخطاء، والاخطاء راح تنعكس على المحور هذا، لو ما يدور بمركزيه وانما يدور بشكل لولبي
بالتالي يأثر على عمر الجهاز وراح يحتاج صيانة بفترة أقل من عمره الحقيقي، فراح نأثر على الجهاز وراح نأثر على آلية العمل وممكن نأثر على العينات إذا كان الدم يسبب لها هيموليسيز أو هيمولايسيز نسميه يعني عملية تحلل الدم. هنا هذه بصورة سريعة الشرح خصوص الموازنة. هنا كجهاز عندنا محدد الوقت، نحدد من خلاله مقدار الوقت المطلوب حسب البروسيجرات اللي موجودة عندنا. أكو بروسيجر يتطلب وقت مثلاً 5 دقائق من سنترفيوجيشن أو عملية الطرد المركزي، أكو يتطلب 10، أكو يتطلب ساعة حسب الفحوصات. وأيضاً محدد السرعة، أكو بعض الفحوصات تطلب سرعة 2000 أو 3000 مثلاً اليورين ما تحتاج سرعة عالية، وبعض الفحوصات قد تصل إلى 8 أو 10000 أيضاً هذه نلقاها بالنشرات، ما إحنا مو إحنا اللي نتحكم بها، لازم نلتزم بها. فتيوب مقابل تيوب بالجيوب هذه أو نسميها الباكيت، يعني بمعنى هي ترجمتها الحرفية السطل اللي نسميه السطل هي باكيت، بس هنا نفس الشيء هو الجيب الخاص بالتيوب. والموازنة مثل ما اتفقنا عليها، يبقى عندنا هذا الليد أو يعني الغطاء، هذا لازم يكون موضوع على الجهاز في حالة التشغيل لسببين. الأول هو الحماية، يعني الجهاز راح يدور بسرعة عالية فممكن أحد يضع إيده أو ممكن يعني بالخطأ يعني يحاول إنه يمسك التيوبات، فأكيد يعني عملية خطرة، هاي واحد. ثانياً الستيمينج اللي يصير أو يعني عملية تحرر الأبخرة مثلاً التيوبات إذا خليتها، خصوصاً أكو بعض المختبرين للأسف ما يسد التيوب لما يعني يخليه داخل الجهاز، فهاي الأبخرة هي جداً ضارة سواء كانت من السيرم سواء كانت يورين أو أي يعني نوع من العينات إحنا نحتاج إنه نصها. فهذا مبدئياً يعني أقل شيء نقدر نحكي عنه، وبصورة مبسطة هو هذا اللي نحتاجه حاليا من الجهاز. بقت اللي يحب يتعمق أكثر عن الجهاز إن شاء الله بالمحاضرات الداخل المختبر نذكرها ونشوفها. شكرا لمتابعتكم وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة الجاية. مع السلامة.